اوكي، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه دلوقتي؟ انت معاك دلوقتي 270 مليون، تمام؟ هتشتري بيهم كلهم امبابي ولا تشتري بوجبا وتشتري هالاند وتشتري برلين وتشتري هرنانديز كلهم ب 200 مليون؟ 200 مليون تشتري اللعيبه الاربعه دول ولا تشتري ب 270 مليون كلهم هالاند؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ رك هتعمل ايه؟ شوف شوف شوف، انا هطلعك من الدوامه دي كلها، انا هطلعك من الدوامه دي كلها. مش انت عايز تشترك؟ انت هتشتري. سيبك من الاربعه اللعيبه دول، انت هتشترك كيليان امبابي. ليه؟ عشان كيليان امبابي لو انت اشتريته ب 270 مليون هتبيعه بعد كده ب 400، تبيعه ب 500، ممكن تبيعه، ممكن يفيدك جدا في الاعلانات وحاجات كتيره. امبابي هو المستقبل يابا، اللعيبه الباقيه دي كلها هترخص بعد كده، ما هيش المستقبل. لازم تشتري مبابي، لازم تشتري مبابي يا حبيبي. مبابي هو الحل. ستوب يا ابني، انت بتقول ايه؟ بيقول لك اربع لعيبه هيشتريهم وهيتبقى معاه فلوس، بوجبا وهالاند لوحدهم وعمرهم ما يخلصوا. هالاند احسن من مبابي. اشتري لا الكلام ده غلط، اشتري مبابي. انت بتفكر في ايه؟ لا مبابي، لا الاربع لعيبه، لا والله الاربع لعيبه، اشتري الاربع لعيبه يا عم. مبابي هو مبابي. اوكي خلاص خلاص خلاص، انا عرفت، انا عرفت انا اعمل ايه. مالكش دعوه، امشي امشي انت، هو انا عرفت انا اعمل ايه. السلام عليكم فرمزة 2 فرمزة اكس فرمزة دي، معكم عبد تو اكس دي، والنهاردة عندنا ماستر ليج الميرنجي مرة تانتة، والنهاردة عندنا التعاقدات النارية جدا جدا جدا. عندنا زي ما انتم شايفين 263 مليون، اوكي، لكن عندنا كيليان امبابي لسه ما ردش اصلا، لكن عندنا اللي ردوا بوجبا. احسبوا معايا، احسبوا معايا بالتمام والكمال. بوجبا 51 مليون، اوكي اعتبرها 50 مليون. 50 مليون زائد 119 اعتبرها 120. 50 مليون زائد 120 يبقى عندنا 170، اوكي كده حلوين. 170 هالاند وبوجبا، اوكي هالاند وبوجبا لحدهم ب 170. عندنا كمان هيكتور برلين ب 20 مليون اول، فكده 20 مليون زائد 170 يبقى 190 مليون، اوكي 190 مليون حلوه جدا. ثلاث لعيبه جامدين جدا كمان، زود عليهم هرنانديز ب 30 مليون، يبقى عندنا ب 220 مليون نشتري اربع لعيبه. 220 مليون هيبقى معانا فلوس، معانا 263 مليون. امبابي لسه مردش، ورد علينا الحلقه اللي فاتت وقال ان هو ب 270. النهارده خلاص انا عرفت القرار، عرفت انا اعمل ايه في اللعيبه دي، وهنشتري النهارده صفقات ناريه. فاضل 3 ايام بس والبتاع تنتهي، فليتس جو على طول. خلينا نتعاقد معاه هالاند النرويجي. نعم هنتعاقد رسميا مع هالاند النرويجي، ومش كده بس، لا هنتعاقد مع هيكتور برلين كمان. اوكي هات لي هيكتور برلين. يبدو ان فريقك اصبح من حيث الحجم لا يمكن التعاقد مع لاعبين. اوكي لازم اشيل لعيبه من الفريق، فليتس جو، خلينا نشيل لعيبه من الفريق يلا. اوكي الحارس الاحتياطي بتاع ريال مدريد لوكاس، سلام عليكم. لويس ليبوس، سلام عليكم. اوسكار مش عارف، سلام عليكم. سيرجيو سانتي، سلام عليكم. ده سلام عليكم. ومارفن خليه، مارفن خليه. ارابياس، سلام عليكم. والحارس دييجو، يلا هنجيب واحد بدله، السلام عليكم. واللاعب ده كمان السلام عليكم، ده كمان السلام عليكم. بس لحد هنا ما عادش فيه سلام، ما عاد هنا ما عادش فيه سلام. اوكي انا كده استغنيت عن لعيبه كتير، مش عايز اشيل الحارس ده الا لما اجيب حارس احتياطي بداله. فاوكي خلينا حالا نجيب. احنا جبنا هالاند 119 مليون، خلاص كده مبابي مش هنقدر نجيبه الا باللي انا بفكر فيه بس. فهنجيب حالا هيكتور بيرلين، وهنجيب معاه لوكاس هرنانديز، وهيبقى معانا كام؟ هيبقى معانا 95 مليون نقدر نشتري بيها بوجبا. بس هنستنى، انا عندي في حاجه في دماغي عايز اعملها. هنشتري امبابي وهنشتري بوجبا، هتشوف ازاي اعملها. فاوكي لكن في حاجه مهمه جدا، احنا ناسيين ان في دوري ابطال اوروبا، والمجموعه اتعملت وكل حاجه اتعملت، وميسي كسب افضل لاعب في اوروبا، لكن ما عرفناش احنا وقعنا مع مين في دور المجموعات. فليتس جو خلينا نعرف. اوكي وقعنا مع تشيلسي، اوكي بنفيكا وفريق تعبان. اوكي عندنا تشيلسي بنفيكا والفريق تعبان. اوكي مباراه تشيلسي ان شاء الله هنلعبها بعد كده. اوكي خلينا نقدم الوقت المباراه الجايه اللي هتكون ان شاء الله في الدوري الاسباني، المباراه الثانيه في الدوري الاسباني ضد ديبورتيفو الافيز. وعندنا حالا جانا النرويجي هالاند، مش كده بس، لا جانا مع لعيبه كتيره جدا جدا جدا. فليتس جو رسميا على طول يجينا النرويجي هالاند. ليتس جو على طول يجي، تعال حبيبي هالاند النرويجي الجامد، حبيبي هالاند النرويجي الجامد. جانا ب 120 مليون رسميا هالاند، وجانا كمان مين؟ جانا انا ناسيهم يا جدع، هرنانديز
ومعه كمان هرنانديز ومعه هكتور برلين. هرنانديز وهكتور برلين وهالاند رسميا صفقة ريال مدريد لراؤول جونزاليس. اهلا بك، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هنجيب كمان امبابي، بس معرفش هتظبط معايا ولا لا الحركه اللي انا عايز اعملها، لكن هنجيب كيليان امبابي النهارده. كيليان امبابي النهارده هو المفاجاه. مش هنجيب الخمس لعيبه، هنجيب الاربع لعيبه بس، لا هنجيب الخمسه كلهم هيجوا النهارده، ممكن نزود كمان. كيف رسميا جانا هالاند، رسميا جانا هكتور برلين، رسميا جانا هرنانديز من بايرن ميونخ. اوكي انا هروح على كيليان امبابي وهطلب منهم الاعاره لمده سنه، هشتري ان شاء الله، هشتري ان شاء الله بعد كده ب 200 مليون لو هم رضوا، لو هم رضوا يبيعوه هشتري ب 200 مليون. فدي الصفقه بتاعتي لكيليان امبابي، هناخد اعاره لمده سنه ب 80 مليون. 80 مليون دي انا ما رضيتش اشتري بيهم بوجبا، ليه؟ لان مستني واحد يتباع من الفريق. لو مودريتش اتباع هشتري بداله بوجبا، لو كروس اتباع هشتري بداله بوجبا، لكن لازم نشتري امبابي بدل بوجبا، لان لو ما بيع... لو بعنا لو جبنا بوجبا ومودريتش وتوني كروس وكاسيميرو موجود احنا ما استفدناش حاجه. فهنشوف لو اتباع منهم واحد هنشتري بوجبا، لكن هل امبابي لازم نجيبه 81 مليون كاعاره لمده موسم، 200 مليون صفقه شراء لو هو لا هنبيعه هنشتري ان شاء الله بعد كده هنشتريه ب 200 مليون فهنشتريه بارخص. اوكي هو مش عارف جاي لنا بيقول لوكا مودريتش اللي يذهب لاي مكان يا جدع. خلاص مش مهم، خلاص لو احنا ما جبناش لوكا مودريتش ولا جبنا ده هنجيب كيليان امبابي. ورسميا جانا مين؟ النرويجي هالاند الجامد. دايما شايفين هالاند خلاص لبس شيرت ريال مدريد وبيعمل كل حاجه في الريال خلاص. اوكي ليتس جو، على طول هنلعب مباراه الدوري، وهنلعب اول مباراه بهالاند واول مباراه ببرلين واول مباراه بلوكاس هرنانديز اللي احنا جبناه من بايرن ميونخ. فاوكي اوكي لوكاس هرنانديز مش عايز يلعب فمش مهم، هنلعب بمارسيلو، مارسيلو مش هيتباع الا لو جاله عرض برضه. فاوكي هالاند وبنزيما يلعبوا مع بعض، وتجالي خبر ان لازم بنزيما يلعب مع هالاند. ليتس جو على طول، مباراه في الدوري لازم نكسب، لازم نكسب الثلاث نقط باول مباراه بالنرويجي. هالاند ليتس جو، يلا خلينا نجربه يلا. اوكي سيداتي سيداتي ليتس جو على طول على الملعب. ديبورتيفو ولا فاز في الدوري باول بعد الصفقه الجديده اللي احنا جبناها النرويجي هالاند. اوكي اوكي هالاند حبيبي هناك اهو، هالاند حبيبي واقف جنب بنزيما. الله الله ليتس جو يا شباب، ليتس جو يا رجاله رجاله، عايزين نكسب يا رجاله الماتش يا رجاله يلا. لا لا طلع حرام، طلع يا كابتن يا ساتر. لوكا مودريتش، لوكا مودريتش لهالاند النرويجي، هالاند الكريم، كريم لمويل مارسيلو، مارسيلو لفينيسيوس، فينيسيوس راح، فينيسيوس لهالاند. اوكي بنزيما الحكومه، الحكومه الهالاند، حكومه حكومه بس حلوه الهالاند يا عم. هالاند لحد دلوقتي ما لمش كوره يا جدع، 20 جيم ما لمش كوره، ايه ده؟ يا جدع الصفقه قالوا عليها فاشله، 120 مليون مش قليل على فكره. لا رب يعدي اللعيبه كلها يا سا يا سا راموس كابتن. يلا فينيسيوس، يلا فينيسيوس روح، يلا فينيسيوس روح لمودريتش، مودريتش لمين، مودريتش لمين، مودريتش لمين، مودريتش لمين، مودريتش مستني مين يا مودريتش؟ اشرف حكيمي، حكيمي لهالاند، هالاند يلا كاسي، كاسيميرو، كاسيميرو لبنزيما، بنزيما لهالاند، هالاند لابو اشرف، ابو اشرف لهالاند، هالاند العني يا ساتر يا جدع. اوكي تاني 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 لازم نخلص الشوط الاول احنا كسبانين، لازم نخلص الشوط الاول احنا كسبانين. بنزيما عم الحكم، عم الحكم فين التسلل يا ربي. اوكي للاسف الشوط الاول انتهى 0-0، هالاند ما عملش حاجه ولا بنزيما عملوا حاجه. في يا جدعان، يا جدعان لازم امبابي، يعني امبابي هو اللي يجي. اوكي الشوط الثاني احسن ان شاء الله يلا. لا 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 يا ساتر يا ساتر يا جدعان، يا جدعان ركزوا، يا جدعان يا جدعان ركزوا، يلا فينيسيوس يا عم، فينيسيوس اعملوا حاجه يا جدعان. هو في ايه؟ في ايه الخطه السبب ولا اللعيبه السبب ولا ايه السبب؟ يا نهار اسود الله هالاند. بنزيما يلا، بنزيما يلا، بنزيما روح يا الله، هالاند 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 البنزيما، بنزيما بنزيما ابو اشرف يا ابو اشرف. اوكي روح مودريتش، لوكا لوكا لابو هالاند، ابو هالاند حكوم، حكوم على الخط، حكوم احمر ابو اصفر اي حاجه، ما تتكلمش معاه، ما تتكلمش معاه ده عيل خشن. اوكي اوكي راموس، راموس على التنفيذ، راموس على التنفيذ الكابتن يا انا عايز احطها من تحته. اوكي اوكي ابو اشرف، ابو اشرف راح، الله ابو اشرف. اوكي برلين 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 مارسيلو، مارسيلو لبنزيما، بنزيما لهالاند، هالاند البنزيما، هالاند الله يا هالاند يا حرام العرض الرخم دي والله حرام. يلا
ابو اشرف ابو اشرف ابو اشرف للحكومه وجه الله وبلقع بلقع بعطار وبلقي ما قبل لا 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 الحكومه لا 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 الحكومه يحلي ودم الحكومة يدمرهم يا سادة بتجيب هالاند تجيب مبابي الحكومة أظن الحكومة يا رب يا رب شوف هالاند أكيد هو اللي ودى أشرف حكيم وأشرف حكيم الصف شوف إيه راح على طول أبو أشرف الدهاله يا رب يا الحكومة لا لا بنزيمة لا 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 لا, لا بنزيمة لا أوكي للأسف طلعت بنزيمة للأسف عشان لازم أريح اللعيبة الكبار لازم اللعيبة الكبار ترتاح ما تلعبش الماتشات الهايفة ديك لازم لا 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 اوكي 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 يلا حكم دقيقة واحدة حكم يا رخي ابو شكلك يا جدع كان نتوجه للصفقات ونجيب كيليان مبابي عشان الكلام ده ما يحصلش او ده حصل لان انا طلعت بنزيمة ده حصل لان انا طلعت الحكومة الغلطة غلطتي غلطة غلطتي 100% انا اللي استحق اللون ليتس جو على طول خلينا نشوف الرد من كيليان مبابي عندنا اخر يوم عندنا كام ساعة فاضل للانتقالات شوفوا كبير النهاردة اليوم الموعود الجماهير النهاردة المفروض تنام فرحانة وبعد كده ما يبقاش في اي خسارات هيناموا كل يوم فرحانين اكيد بتخافش اوكي خلينا نجيب حيا ليه رفض ليه لقد نهرت ليه مش فاهم يا دي النيله ما اقدرش اتفاوض معاه تاني خلاص ما اقدرش اتفاوض معاه تاني لازم استنى الانتقالات الشتويه يا ربي اوكي هنستنى الانتقالات الشتويه مش مهم لكن عندنا بوجبه ما نقدرش نتعاقد مع مبابي حالا دلوقتي خالص رفض وهيفضل رافض لان في اخر يوم ما تقدرش تتفاوض تاني اخر يوم انا كنت منتظر ان هو يقبل بس رفض الرخم رفض اوكي خلينا نجيب بوجبا بما ان خلاص هنجيب بوجبا على طول من مانشستر يونايتد وبقى معانا 44 مليون احنا كسبانين اوكي خلينا نشوف بقى هل هيجي عروض ولا لا ورسميا زي ما انتم شايفين مفيش مشاهد سينمائيه لكن عندنا بوجبا رسميا جه المرينج ريال مدريد امبابي تعصر المفاوضات تم رفض الانتقال لمندي انا ما رفضتش حاجه ما اعرفش ما بيرفضوا الوعي من دماغهم ولا ايه بس زي ما انتم شايفين امبابي هيفضل مرفوض لا اقدر اتفاوض معاه تاني ولا اقدر اعمل اي حاجه فاللي اعمله دلوقتي من 44 مليون هشتري بيهم مين خلينا نشتري انسيني ولا خلينا نشتري انسيني اوكي انسيني على طول من نابولي لاعب جامد جدا هاتوا بما ان مبابي مش هيجي فنجيب انسيني قدمنا عرض الانسيني خلينا نشوف هل هيبقى لحد دلوقتي ما جاش من ساعه ما مسكت النادي ما جاش ولا عرض لاي لاعب شوف يا كبير والله انا عملت اللي عليا بس ما فيش اي عروض عايزه تيجي للعيبه ما فيش الا عرض المارفن ده ب 126000 انا اسف والله جبت لك شمبابي بس هنجيب لك انسيني ما تخافش هنجيب لك خمس لعيبه ده لمبابي ما تخافش اوكي جانا العرض الوحيد لمارفن هي 126000 حرفيا 106 يا ساتر اعمل بيهم حد يقول لي انا اعمل ب 126000 بتوعهم دي ايه هاريس وخرافت والله ما اقبل ايه الهيافه دي اللي بتيجي العروض اوكي خلينا نشوف انسيني قبل 42 مليون اوكي ما اعرفش اشتري ولا لا بس ما فيش غير انسيني كاخر صفقه كده هنجيبنا انسيني هالاند بوجبا برلين وعلى طول بنساه اللي هو هرنانديز فلازم على طول جالنا خلاص بالفلوس اللي جات لي كلها ما بعتش اي لاعب المفروض كنت ابيع ما بعتش يا لا لا يا دي النيلة هازارد يا رخم هازارد راح دفع رسوم الاستغناء بتاع مانشستر يونايتد يبدو ان مانشستر يونايتد دفع رسوم الاستغناء ووافق اللاعب على الانتقال كل ما يمكنك الفعل هو قبول الصفقة تم الانتهاء في يا ساتر يا هازارد هازارد خلنا يا جدعان وراح اليونايتد يا جدعان ما راحش في برشلونة يعني بس راح اليونايتد وخلاص دفع رسوم الاستغناء يا ساتر بيقولي كل ما عليك فعله هو القبول لازم تقبل اوكي مش هنقدر نعمل اي حاجة اوكي هنقبل ايه ده انا هازارد مش هنقدر نعمل اي حاجة 81 مليون جت لنا بعد ما بعنا اول لاعب لنا من الفريق اوكي انا هدي الخليفي على قفاه دلوقتي بس يا رب الصفقه تظبط يا رب اوكي ليتس جو على طول اديت الخليفي على قفاه خد الخليفي على قفاه
اذكر اسمي ان كانني مارتي جونيور من باريس سان جيرمان. بعد ما بعنا هازارد على طول هيجينا نيمار دي جونيور، فلذكو على طول قلت لنيمار اقوى صفقة مفاجأة مفاجأة نارية لديك الان نيمار في سجلاتك، ولذكو على طول خانق في الليل اللي انتلت واتفاجئته. انت اتفاجئت انا ذات نفسي اتفاجئت. لو انت اتفاجئت قول انا اتفاجئت. مفاجأة. لا اشترينا مبابي ولا اشترينا نيمار دي جونيور، وهنلعب اول مباراة لينا في دوري ابطال اوروبا رسمي. اللي انت عملته ده جدع. هوت ده الخليفي لسه ما استوعبش. نصر الخليفي لسه ما استوعبش يا ابو خليفي معاك. ليتس جو على طول رسميا بداية التشامبيونز ليج. انا بتكلم مقطع عشان الكوبي رايت. فا ليتس جو دوري ابطال دي لي روبا. ليتس جو على طول بابي مجاش ينا ني 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 مع. فلزقوا على طول، خلينا نجرب الغدار نيمار ابن السلساو. خلينا نشوف الصوت يا جدع، ما شفناش رسميا. اكبر انتقال فترة انتقالات علامة استفهام. نعم انتقال مفاجأة للتاريخ، مفاجأة من العيار التيل. انا قلت لكم هتتفاجئوا، يعني هتتفاجئوا رسميا كله اتفاجئ. حتى انا اتفاجئت. نصر الخليفي خد على قفاه. ايوه نصر الخليفي خد على قفاه رسميا. نيمار دي جونيور في ريال مدريد وهيلعب حالا اول مباراه ليه. وخلينا جالنا عرض كمان. اوكي جالنا عرض المين، جالنا عرض الكارفاخال. اوكي الحلقه الجايه ان شاء الله تكون اسطوريه، الحلقه اللي بعدها تكون اسطوريه. هنبني الريال من اول وجديد، هنعمل شغل اسطوري. رسميا جينا نيمو ورسميا جالنا كمان بوجبا، فالحلقه الجايه تكون اسطوريه جدا لاول تجربه للاثنين دول. فلو انتم متحمسين الحلقه الجايه كل واحد حاول يضغط الزر اللي بيبدا اسمه حرف اللام والزر اللي بيبدا اسمه حرف الشين الاحمر واللازم. بس ده كان كل الفيديو، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع نيمار دي جونيور وهالاند وحلقه رابعه اسطوريه. وسلامه.